بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل هذه الآية العظيمة التي معظمنا يغفل عنها، معظمنا يناقضها، معظمنا يتعمد ألا يستمع إليها ولا يطبقها، وهي من الآيات المهمة جدا في القرآن العظيم. معظمنا غارقون في شيء نستسهله ونستسخفه وأصبح شيئا عاديا، وهو عند الله عظيم جدا. انظر معي أخي الحبيب، يا أيها الذين آمنوا، إذن خطاب للمؤمنين، لما تقولون ما لا تفعلون؟ انظر من حولك، أنا أريدك فقط قبل أن نكمل أن تجري تجربة ذهنية في ذهنك. فكر بعشرة ممن حولك، كم شخص منهم يقول ما لا يفعل، يعدك ثم يخلف، أو يتكلم ثم لا يلتزم بكلامه؟ أنت ضع النسبة فقط، ستجد أن نسبة من يطبق هذه الآية قليل جدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ انظر إلى الآية الصادمة التي تأتي بعدها، ذكرت المقت، والمقت شيء عظيم أيها الأحبة، يعني هو نوع من أنواع غضب الله، بل ربما يكون نوع عالي من الغضب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا لطيف، والله أحبتي في الله، نحن غافلون جدا عن القرآن، بعيدون عن كلام الله، وأنا واثق أن كثير من الناس إذا قلت له هذه الآية، وبخاصة ممن ليس لديه أمانة، ممن يعدك ويخلف، ممن يقول سأفعل كذا ولا يفعل، يستمع إلى هذه الآية ويعرض عنها وكأنها كلام حتى أقل من كلام البشر، لأن الإنسان يستحي ممن حوله، يستحي من قريبه، من جاره، أن يأخذ عنه هذه النظرة. ولكن عندما يأتيه كلام الملك عز وجل وكأنه لا قيمة له، للأسف أنا أقول النسبة العظمى إلا ما رحم ربي. لذلك أنا أحببت أن أنبه على خطورة السلوك اليومي الذي نقوم به في معاملاتنا. عندما تأخذ مبلغا من المال من شخص، أو تأخذ منه بضاعة أو سلعة، ثم تقول له سأعطيك دفعة مثلا أول الشهر، ويأتي أول الشهر ولا تعطيه دفعة، أنت أو أنا أو أي إنسان يفعل هذا داخل ضمن هذه الآية، أنت وقعت في غضب الله عز وجل. حتى عندما تعد زوجتك، تعد ابنك، حتى إنسان غريب، تقول له أنا غدا سأفعل كذا، وأنت في نيتك لن تفعل، وهذا حال معظم الناس اليوم. الناس يشتغلون بالمجاملات، سأفعل، سأحقق، سأعمل، وهو في داخله لا يريد ذلك ولا ينوي ذلك. هذا الأمر خطير جدا أخي الحبيب. حتى ابنك الصغير إذا وعدته بشيء ينبغي ألا تخلف معه، ألا تكذب عليه. كبر مقتا عند الله، والمقت في القرآن لا يذكر إلا قليلا جدا في المواقف الصعبة جدا، مواقف التي فيها غضب شديد من الله عز وجل. لذلك نحن اليوم تحيط بنا المصائب والفتن والانهيارات
والحروب. وكما تشاهدون في كل مكان العالم الإسلامي أو في معظم العالم الإسلامي، هذه الانهيارات التي تحدث هي بلاء من الله، هي غضب من الله. لأن للأسف الملحد وهو يعمل من أجل مصلحته فقط ولا يعمل بوازع ديني أو أخلاقي، لا، هو يعلم أن مصلحته تتطلب الصدق معك في المعاملة، يقول ويفعل الملحد. وتأتي إلى مسلم يقول ولا يفعل. فلذلك أخي الحبيب، نريد أن ننتبه، نريد أن نتدبر هذه الآية اليوم، نريد أن نطبقها في حياتنا، نريد أن تصبح منهجا لنا، منهج سلوك، برنامج عمل. يعني أنا كل يوم يجب أن أضع هذه الآية أول شيء، أنا مع حفظ الآيات المهمة التي سنغير بها سلوكنا. أنا عندي سلوك خاطئ، لابد أن أحفظ الآية أولا قبل أن أتدبرها، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بالحفظ الغيبي الذي هو من دون فهم، لا، أمرنا بالتدبر. التدبر هو مرحلة أعلى بكثير من الحفظ، لأن الطفل قد يحفظ هذه الآية، الإنسان غير الأعجمي يحفظ هذه الآية وربما يقرأها أفضل مني ومنك بالترتيب وبأصوات مقرئين، أيضا يقلدون أصوات مقرئين، وبخاصة في دول مثل في أفريقيا، في أفغانستان، في باكستان، في أماكن كثيرة لا يفقه اللغة العربية ولكنه يقرأ هذا القرآن بشكل ممتاز. طيب أين التدبر؟ طبعا هو الحفظ له فائدة، ولكن هو في أول مراتب التدبر، القراءة، التكرار، الحفظ، هذه المراتب الأولى. ثم يأتي فهم المعنى، تفسير الآية، ثم تدبر الآية. تدبر هو مرحلة عميقة جدا، هي التي تحدث الأثر في حياتك. عندما تصل إلى مرحلة التدبر، إذن أنت كل ذرة في جسدك تتفاعل مع هذا الكلام، كلام الله، ولا تستطيع أن تخالف هذا الكلام. يعني عندما تسمع هذه الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تخاف، قلبك يرتجف عندما تعد إنسان بشيء وتخلف. طيب كيف نصل إلى هذا التدبر؟ كما قلت لكم أخي الحبيب، يجب أن تحفظ الآية، تكررها في مختلف المواقف. يعني إنسان يتعرض لمواقف يضطر أن يجامل أو يكذب، لا، تذكر هذه الآية، تذكر أن غضب الله سينزل عليك إذا قلت ما لا تفعل. وهنا أنا أود أن أشير إلى قضية مهمة جدا، الشعراء لماذا ذمهم الله؟ مع أننا نعلم أن الشاعر يكذب، يعني أبو الطيب المتنبي عندما يقول الخيل والليل والكذا والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هو يكذب، الرمح لا يعرفه ولا يعرف غيره، لا عقل له ليعرف، والليل لماذا يعرف هو؟ يعني أنا كمستمع لهذا الشعر أنا أعلم أنه شعر غير حقيقي، هو مجرد كلام، مجرد كلام يريد أن يفتخر بنفسه، يريد أن يعطي يعني حجما عظيما لشخصيته في نظر الناس، وبالتالي يقول، أراد أن يقول إن الليل يعرفني في الظلام وفي الشدائد، البيداء في مثلا السفر والكذا، السيف في المعارك، يرمز يعني رموز، القلم يرمز إلى العلم إلى آخره. ولكن حقيقة القرآن ذم مثل هذا النوع من الشعر، لماذا؟ قال والشعراء يتبعهم الغاوون،
والشعراء يتبعهم من؟ الغاوون. إبليس من الغاوين، فكان من الغاوين. إبليس قال: ربي بما أغويتني. إذن جنود إبليس وإبليس هم من إذن هؤلاء الذين يتبعون الشعراء، والشعراء يتبعهم يتأثرون بهم يتفاعلون معهم. لذلك النبي لم يتعلم الشعر، وما ينبغي له طبعا صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، لماذا اعتبرهم من الغاوين؟ قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يغوص، يتحدث، يمدح فلان، ثم في اليوم التالي يذمه. يتحدث عن الخمر، ثم يتحدث عن الحب، يتحدث عن الهوى، يتحدث عن الصحراء، في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. عندما يقول أنا فلان، أنت لا تفعل، هو مجرد كلام. فإذا كل من يقول من لا يفعل هو من الغاوين، بنص هذه الآية الكريمة. وهنا لابد أن نشير إلى موضوع ما يسمى بالفنون التمثيلية والأفلام والمسلسلات، هل تنطبق عليها هذه الآيات أم لا؟ طبعا هذا ليس موضوعي، ولكن أنا أريدك أنت أن تفكر. أنا أعلم أن الممثل يكذب عندما يقول لامرأة أخرى غير زوجته: أنت طالق، وأنا أعلم أنها ليست زوجته ولم تطلق، وأعلم كل هذا الكلام. تماما مثل علمي بالشعر، الشاعر أعلم أنه يكذب ويقول يعني كلام مجرد إمتاع لنا يعني. فهل هو يقول ما لا يفعل؟ أنا أريدك أنت أن تستنبط الجواب، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى يعني حلقة إن شاء الله بتفصيل أكبر. إذن كل من يقول ما لا يفعل، سواء وهو يمثل أو سواء وهو يقول الشعر أو هو يمزح أو هو يكذب أو هو يجامل، هذا كله واقع تحت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخي الحبيب، رجاء أريدك والله نصيحة يعني ستتذكرني بها يوم لقاء الله. الله هو الذي يخاطبك الآن، لست أنا وليس فلان. الله هو الذي يخاطبك. يخاطب فيك صفة الإيمان في قلبك: يا أيها الذين آمنوا. ويسألك لما تقولون ما لا تفعلون. تذكر كلما نطقت بجملة ولو جملة تعد إنسان فيها بعمل ما وأنت لا تريد القيام به أو لا تستطيع القيام به أو تجامله أو تأخذ منه مبلغا، تأخذ شيئا وتقول سأرده لك ولا ترده إلى آخره، كل هذا الكلام، تذكر هذا السؤال الذي يسألك الله إياه هنا في الدنيا قبل الآخرة: لما تقولون ما لا تفعلون. انظر إلى الصياغة القاسية. آية الحجاب وغض البصر: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات كذا، فيها رحمة فيها نوع. أما هنا الخطاب قاسي لأن القضية خطيرة. لما تقولون ما لا تفعلون بدون مقدمات؟ لا يوجد هنا قل، لا يوجد مباشرة خطاب من الله لك. عندما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وضع مقدمة وهي سؤال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: فإني قريب. كثير من الآيات فيها نوع من التمهيد. مثلا الخمر، حتى الخمر، انظر إلى آية الخمر، فيها مقدمة طويلة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر كذا كذا كذا، فهل أنتم منتهون. سرد مقدمة طويلة ومبررات العداوة والبغض، ثم قال: فهل أنتم منتهون. أما هنا لا، لما
انظر السياق القاسي هنا، لأن القضية فيها مقت أخطر من الخمر على فكرة. نحن نعتبر أن الخمر والزنا مثلا، لا لا، هناك قضايا أخطر بكثير، لأن آيات الخمر والزنا ليس فيها مقت الله، هنا مقت، والمقت هو درجة عالية من غضب الله تصب عليك والعياذ بالله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه القضية أخي الحبيب، أريدك أولا أن تحفظ هذه الآية، آيتين هما في سورة الصف. طبعا سورة الصف في المصحف بدأت بالتسبيح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. مباشرة بعدها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلما دعتك نفسك للكذب لأن تقول ما لا تفعل، لأن تعد إنسان وتخلف معه أي شيء، مباشرة تذكر هذه الآية، تذكر أن الله يخاطبك شخصيا أنت مباشرة، خطاب مباشر ليس فيه واسطة ولا تمهيد ولا مقدمات، مباشر لما تقولون. وتخيل أنك ستقف أمام الله سيكرر هذا السؤال عليك، سيقول لك أنت في الدنيا سمعت هذه الآية، لما تقولون ما لا تفعلون؟ واليوم أنت ستقف أمام الملك عز وجل وحيدا، وسيقول لك لما قلت ما لم تفعل؟ ما هو الجواب؟ ولا شيء سوى الحسرة والندامة والعياذ بالله. لذلك ينبغي أن نسارع أحبتي في الله، نحفظ هذه الآية، نتأمل أن أي سلوك يخالف هذه الآية يستجلب غضب الله، فكأنما أنت الذي يعني تطلب الغضب من الله والعياذ بالله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين، من المتأملين لآياته، من المطبقين لهذه الآيات، من الذين يتأثرون بكلامه ويتدبرون هذا الكلام. التكرار مهم أخي الحبيب، كرر هذه الآية كل يوم، اكتبها على ورقة مثلا، ضعها أمامك كل يوم تذكرها لمدة أسبوع أسبوعين شهر، ستجد أنها أصبحت جزء من خيالك وجزء من دماغك وجزء من حياتك، وأصبحت كلما أردت أن تنحرف عن هذه الآية إذا بك ترجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا على السريع فإذا هم مبصرون. فهذه الآية دائما مثل ميزان، تذكرك أنك أخطأت هنا فتعود مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.